بالنسبة للكتب، هل يوجد كتب يعني باللغة الفيتنامية مثلا في التوحيد، في الصلاة، في الطهارة؟ نعم توجد، لكن بعض كتيب، كتيبات، رسائل، نعم، ترجمه بعض طلاب متخرج من الجامعة، جامعة إسلامية، نعم، ويعملون في بعض مكتب الدعوة في الرياض، في جدة. ما شاء الله. نعم. وموجودة هنا بكثرة أو بقلة الكتب؟ موجود هنا بقلة الكتب. قلة؟ نعم. ها يعني أنتم تحتاجون الكتب في فيتنام؟ نعم. ها الكتب الدعوية، الكتب التي يعني فيها تعليم الصلاة، التوحيد. نعم. جدا. جدا. نعم. بالنسبة للمصاحف باللغة الفيتنامية، هل يوجد مصحف باللغة الفيتنامية؟ نعم يوجد مصحف بلغة مجمع الملك فهد؟ الفيتنامية. نعم. نعم هذا هو. ما شاء الله.